يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن عم ما اسمع صوتك سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن ما اسمع صوتك سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن صوتك سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن عم حدر أبو حسين شريان الحياة علي تصدق بخاتم في الصلاة القرآن يشهد ويلفت الانتباه ممدوح حدر بايات العلي يا سامع الصوت صل على أول محمد وابن ما اسمع صوتكم يا سامع الصوت صل على أول محمد وابن يتقبل الله من كل مقتدي كل عمل خالص من قلب النقي يرتقي المناتب وبروحه يرتقي يسكن الجنات بأمر الله العلي يسكن الجنات بأمر الله العلي يا سامع الصوت صل على أول محمد وابن عم ما اسمع صوتكم يا سامع الصوت صل أول محمد وابن أعلى صوتك يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن غيره تصدق ويطلب مدحته مات مرات تظن بحاجته مئات المرات تظن بحاجته هذه أفعاله يبغي خل شهرته يعلم انفاق القاهر والعلي يا سامع الصوت صل على أول محمد وابن ما اسمع صوتك يا سامع الصوت صل على أول محمد وابن غيرة تصدق ويطلب مدحته مئات المرات تظن بحاجته هذه أفعاله يبغي الشهرته يعلم انفاق القاهر والعلي يا سامع الصوت صل على أول محمد وابن ما اسمع صوتك يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن ما حد يضغيب من كل البشر يدري المسلم إلى يوم الحشر ضربة أبو حسين إلى العبد الكفر عبادة الثقل توازي يا هلي يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن ارفع ايدك يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن هي آية في ذكر للمؤمنين انت أولهم في كل المتقين الأصحاب كلهم أبد ما ينكرون عندك كرامات من الله يا علي يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن
يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن